ضياء السيد وحسام حسن. لو حسام حسن كلمك في التليفون، اتصل بيك قال لك يا كابتن ضياء انت كنت في المكان ده سواء مسؤول اول او مسؤول تاني، تنصحني بايه الفتره اللي جايه؟ تقول له ايه؟ يا والله النصايح كتير. يلا. النصايح كتير جدا. لازم يبقى عارف ان الحسبه في النادي غير المنتخب. مساحه الوقت في النادي مختلفه عن مساحه الوقت في المنتخب. في المنتخب. ودي هتيجي ازاي؟ هتيجي انه ما عندوش غير انه يستغل الاجندات الدوليه بكل ما فيها. ايوه. بالساعه وبالدقيقه. ما يستعجلش، عنده ماتشين مهمين. العمليه على غينيا بيساو وبوركينا فاسو في تصفيات كاس العالم بتوع شهر 6. دول الماتشين تمام اللي هم في السنه دي يعني. اللي ما عملوش فيتوريا في سنه ونص ما يجيش هو مره واحده ويعمله. ايوه. عارف اللي ياخد واحد عيان فعايز ياخد يشرب ازازه الدواء كلها مره واحده يحصل اللي هو ايه؟ النزول باعمار الفريق. حلو ده. تمام؟ لان ده الكلام اللي كان المفروض يعمله فيتوريا في سنه ونص، وكان الكلام للمشروع بتاعه اللي هو اربع سنين. فهو ما عملش منه حاجه خالص. ما نزلش الاعمار خالص وما خدش واحد سنه صغير. مع انه كان عنده وقت سنه ونص. نعم. فاللي ما اتعملش في الوقت ده اوعى تفكر انك عشان ترضي الحاجه اللي ما اتعملتش الواضحه اللي كلنا شايفينها كان لازم تتعمل. نعم. انت تيجي تعملها قبل الماتشين دول. نعم. هيبقى اكبر غلط، ولن تندمج اللعيبه دي بشكل كامل. بشكل كامل مع التيم. لو انت عايز في الدوره الوديه اللي جايه دي عامله زي البطوله العربيه اللي احنا لعبناها بالظبط، لما دخلنا لعيبه جديده اول مره واتشافت اول مره هجمتنا الناس هجمتنا كتير على حسين فيصل وعلى مروان حمدي وعلى حوالي 9 أو 11 لعيب على احمد ياسين وعمر كمال ناس كتير. فجزء كبير منهم نفعنا كان عندنا بطوله افريقيا بعد كده صح، فنافعوا في ظل الاصابات اللي حصلت من اول ماتش. نعم. لكن انت ما عندكش الرفاهيه دي، فده عايز تفكير عاقل، عايز تفكير هادي. انت المطلوب منك دلوقتي التركيز في انك تخلص من الماتشين دول ان شاء الله يبقى مكسب، وبعد كده عندك وقت للتفكير لان في بطوله افريقيا. انا ما اعرفش دي هتبقى موجوده ولا مش موجوده. 25 6 7 25 احتمال، لكن يناير ده مستحيل، واحتمال ما تتلعبش عشان واحتمال ما تتلعبش العالم. واحتمال كبير ما تتلعبش. يعني فهيبقى بعد الماتشين دول لما تخلص منهم يبقى عندك وقت. نعم. انك انت تدخل ممكن في الدوره الوديه اللي جايه دي تدخل اتنين لعيبه. ما تستحملش اكتر من اتنين لعيبه. ما تستحملش. يعني لازم، لانه في النادي سهل تعمل ماتش ودي الصبح تدخله بعد الظهر. مظبوط. تعمل ماتش الفريق الاول مع فريق الشباب تدخلهم. صح. عندك بتشتغل يومي تدخل وتشتغل على الديفوهات اللي عند الولد اللي انت اكيد هيجي عنده حاجات عنده رهبه. وبعدين لما تدخلهم، لما بتدخل وتغير في البتاع طريقه اللعب بتبقى بتفرق. يعني لو تدخل حد في الديفنس ما تعملش دفاع متقدم. لازم توفر للناشئ ده او العنصر الجديد الحمايه. نعم. الحمايه انه يكون وسط طريقه لعبه مناسبه و حلو لعيبه خبرات. فدي مهمه جدا لانه دي التركيز عليها، لانه كان ديفو كبير عندنا. احنا اكبر فرقه في المتوسط اعمار، ضيعنا سنه ونص ما دخلناش حد. نعم. كان متاح انه يدخل في اوقات كتيره. نعم. جدا كان متاح. على الاقل كان لازم يبقى معاك 2-3 لعيبه موجودين في الـ في الـ في ال 27 دول. نعم. في ال 27 ده ما حصل. دي اكبر حاجه. الحاجه الثانيه التعامل في حاجات كتيره جدا. زي التعامل مثلا مع الاعلام. مين اللي هيتكلم، حسام ولا ابراهيم؟ اكيد ابراهيم.
يبقى ابراهيم اللي هيتكلم. بس لازم يكون في متحدث رسمي للمنتخب، لازم تفعيل محمد مراد. المتحدث الرسمي المتحدث الرسمي كان معانا اسامه اسماعيل. نعم حاجه اسامه اسماعيل ده حاجه راقيه طبعا. بيحضر المدرب للكلام، نعم، بيقول له على الحاجات، بيقول له على اللي في كذا، في قضيه كذا النهارده، في حاجه كده هتعمل. فالمؤتمرات كمان الخارجيه واللي في الماتشات الاجنبيه الدوليه غير المؤتمرات اللي في الماتشات الوديه غير الحاجات دي كلها. كويس. فالمتحدث الرسمي ده بيحضر بيحضر الطاقم الاعلامي اللي جاي الملعب، جاي مش عارف الحاجات دي كلها. أي. انا بتكلم انه ما حدش هيبقى فيه استفزازات كتير. والله قلت الكلام ده في الراديو امبارح ووجهت الكلام لصديق العزيز محمد مراد المتحدث الاعلامي. هو مراد لسه قاعد؟ مراد موجود، مراد شاطر وجميل. تمام. مراد انا من الشخصيات اللي احبها والشخصيات الامينه يعني. تمام. الا اذا حسام اختار حد تاني. لا انا فاكر انه حصل فيه. لا لا هو المتحدث من اختصاص الاتحاد مش كده؟ ولا هو ماسك المركز الاعلامي فيعني لا انا قصدي تعيينه من اختصاص الاتحاد مش اختصاص. احنا جينا على الاطلاق يعني. وقلت يا جماعه يبقى في استفزازات وهيبقى بالظبط وده اهم مؤتمر في حياه حسام حسن لانه هيحط الدستور اللي هيشتغل عليه. لا طبعا هو لازم يتعامل مع الناس كلها مسطره واحده. ايوه. وما يبقاش هيبقى في واحد قاعد عايز يستفزه. متربص. يقول لك طبيعه شغل الصحافه كده. مظبوط مظبوط. انت واخد بالك؟ فهو حسام يبقى ذكي في التعامل مع الموضوع ده. دي 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 حكايه مهمه جدا. والماتشات اللي مع الانديه الدوريه وانك بتتعامل مع اللعيبه كل يوم مختلفه عن التعامل معاهم كل اجنده دوليه. صحيح. فطبعا طبعا شغل بقى الدوري ومتابعه الدوري الحاجات دي كلها. نعم. العلاقه مع الانديه تبقى كويسه جدا بحيث انه بيحتاج حاجه من اللعيب. نعم. بيبعت المساعد. نعم. يروح. احنا كنا كانت من مميزات كروشيا يا كابتن ضيا والجهاز بتاعكم ان انا كنت بتخض يعني مباراه في الاسماعيليه وبعدها بساعتين مباراه في القاهره الاقيكم موجودين الحقيقه. لو أو على الاقل الفرجه بغلاسه. يعني ايه بغلاسه؟ يعني تكلفته غلسه. والله يعني تكلفته يعني بنركز على شوبير في مواقف معينه وبنركز على ده. خد بالك من الحته دي. انت مش رايح تتفرج على ماتشه بس. لا 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 هو انت مش هتعرف تنتقي لعيب العين بتاعه المنتخب مش متعوده عليه غير لو كان في طبعا المهاره دي بتاعه ربنا. نعم. وحسام اتعامل مع لعيبه صغيره كتير طبعا. في الانديه بس المنتخب غير مختلف. نعم. ممكن يلعب في النادي يستحمله. في المنتخب هتبقى عليه سبوت فلازم لما يتحط ينور. فهتتحسب له طبعا زي ما احنا النهارده احنا بنقول عبد المنعم وعبد المنعم جه منين؟ من عبد المنعم فيوتشر وامام. لا والامام كان في نادي كبير. ايوه بس كان صغير منتخب. بالظبط. لعيب ليه شنا ورنا معاكم. طبعا. لا طبعا. لا وازاي اتعاملت معاه عشان تلعبوا النهائي. لعيب الشناوي وابو جبل وصبحي. نعم. فالحاجات دي كلها هياخد من يعني التعامل مع اللعيب في النادي هو يعمل حساب انه التعامل في المنتخب هيبقى مختلف يعني.